طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي علي سامي العوض، انا حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة. موهبتي الرسم، الحمد لله بديت في هالموهبة هذه من وانا تقريبا بالابتدائي. يعني طبعا انا اول شيء يعني بداية الموهبة، يعني بعد ما اكتشفت ان انا عندي هالموهبة هذه حبيت اطورها، حبيت انميها. طبعا ما حصلت سبورت من وانا كنت صغير، يعني حاولت من نفسي، يعني شوي شوي قام يتطور الموضوع هذا، بدأت تطلع افكار، بدأت تتطور الافكار يعني، بس للحين ما وصلت حق اللي انا ابي يعني، او ما وصلت حق المستوى اللي انا ابي يعني. اي نعم، انا دشيت اكثر من دورة يعني، وحاولت اني اشارك في، شاركت مع الجمعية الفنون التشكيلية، وطلبوا منا تقريبا كل واحد 10 أعمال عندهم على أساس إنه يعطونك الممبرشيب مالهم. ومعارض ما شاركت وايد يعني، بس الحمد لله عندي يعني أعمال كثيرة يعني. طبعا الفن هو بشكل عام له تأثير قوي على المجتمع، يعني الفن بحد ذاته يخلي الواحد يعبر عن اللي بداخله، يعبر عن يعني في ناس ما يقدر يعبر عن اللي بداخله بالكلام، يقدر يعبر بطريقة فنية يعني. فهذا الشيء ممكن يساعد وايد ناس، أحسن ما يكون عنده يكبت الشغلة في داخله، لا يقدر يعبر فيها بطريقة الفن أو من خلال الرسم أو أي طريقة فنية ثانية يعني. أنا أبي يعني مثل ما قلت لك، يعني أنا عندي كان طموح اللي للحين أنا ما وصلت له، فأبي هالطموح هذا أوصل له يعني من خلال دعم المجتمع نفسه. يعني مثلا أنا من وأنا صغير كان عندي حلم إنه مثلا تنعرض لوحاتي بمكان ويساعدوني الناس مثلا يعجبون بأعمالي وكذا. أنا ما حصلت الشيء هذا للحين، ما حصلته. فهالشيء هذا أنا واثق تماما إذا صار راح أتطور بمراحل، يعني ممكن إنه أنا أتحول من الأميتشر ليل بروفيشنال في النقلة هذه. هو مو لازم يعني كتقدير، مو لازم أنا أطلبها من المجتمع، بس بالصورة اللي أنا أعرض التالنت اللي عندي راح أفرض عليهم إن هم يقدرون الشيء هذا. يعني أنا في أمور غير الرسم، ممكن في الخزف، في الأمور هذه أنا ما أفهم فيها يعني، بس بطريقة عرضها من الفنان نفسه يخليني قصبا علي أنشد أو أنجذب لها يعني. فبالتالي شو أسوي؟ أروح أسوي عليها سيرش، أحاول حتى بيني وبين نفسي أتعلم جزء صغير من هذا شلون قاعد يسويه. نعم، أنا أتمنى إن شاء الله إذا وصلت لمرحلة يعني المحترفين في الرسم، يعني عندي فكرة أن أنا أسوي ورش. الورش هذه تكون على طريقة الثلاث مراحل، يعني مثلا أنا أجيب شباب صغار أدربهم على ثلاث مراحل. أول مرحلة تكون مبتدئين، أحولهم لهوات، أحولهم لبروفيشنال. فالورش هذا يعني أتوقع بحد ذاته عطاء يعني. طبعا أنا حلمي قلت لك يعني أن أنا أوصل للاحتراف يعني في هالمجال هذا، والواحد إذا وصل لمرحلة الاحتراف راح تتبطل آفاق يعني، أو راح تيله أفكار يعني، مو بس إنه هو قاعد يقدم شيء حق على مستواه هو الشخصي قدام الناس إنه فلان مشهور أوكي رسام وكذي، لا راح تطلع لك أفكار باكر ثانية، ممكن أنت تسوي أشياء حتى يتحجون عنها الدول الثانية. يعني تقول أنا رسام على طول يقولوا لك وين تروح؟ جامعة الفنون التشكيلية، يعني مكان واحد. فهذا اللي أنا يعني اللي تعبان منه مثلا، أولا كسكن أنا بعيد عني الجمعية فما أقدر أتواصل وياهم بشكل يومي، ثانيا يعني ما في أكثر من مكان نفس الجمعية، بحيث أن هذولا عندهم أفكار وهذولا عندهم أفكار، ممكن أنا هذولا أسلوبهم يعجبني أكثر من الجمعية فمو موجودين هذول المجموعات الثانية. يعني أنا أقصد السوشيال ميديا للأسف إنه قاعد يتوجهون مع الناس اللي يعني أنا كرأي شخصي يعني ماني فاهم الناس هذه شلون قاعد تصير فيمس. يعني يعني كتصوير أنا أصور ماي لايف أو ماي داي كامل
من أول ما أقعد من النوم لين أرد أنام. ما أعتقد إن فيه هذا تالنت أكثر أو راح يفيدني كثر ما أنه يطلع واحد يصورونه مثلاً أو يتبنونه شركة أو أي يعني مكان مسؤول يوثق لي الشخص هذا شنو قاعد ينتج. أنا ما بي باجي حياته اليومية يعني ما تهمني. أنا يهمني شنو قاعد ينتج هذا الشخص. عطني هالزاوية هذه من حياته. هني أنا أقول لك أوكي السوشيال ميديا قاعد ينفعني. لكن الحين للأسف إنه في ناس وايد قاعد ينشهرون على تصوير حياته اليومية اللي ما منها أي فائدة ولا. طبعاً أنا إذا وصلت لمرحلة الاحتراف أنا مستعد. يعني قلت لك إن شاء الله عندي مخطط إني أسوي الورشة هذه اللي تكون على 3 مراحل. نحول الأشخاص هذولا من مبتدئين إلى هواة إلى محترفين. نفس المراحل اللي إحنا قاعد نطمح إن نمر فيها. يعني أول شيء السوشيال ميديا. أنا لما أتكلم عن السوشيال ميديا أو إني أنا أطمح إني أكون مشهور في السوشيال ميديا ما أقدر أشتغل بروحي. يعني أنا مثلا أنا رسام ما أقدر أشتغل بروحي. أنا محتاج مصور بروفيشنال معاي، محتاج مونتير معاي، وأنا كرسام فلازم يكون عندي تيم. التيم هذا مو متوفر عندي. ممكن الشخص هذا متوفر عنده تيم، عنده المصور المحترف، عنده المونتير المحترف، عنده أكثر من واحد متخصص في مجالات مختلفة. فبالتالي شنو اللي قاعد يسهل على الموضوع؟ إنه عنده مصور والله يصوره طول اليوم، نهاية اليوم عنده واحد يمنتج له مونتاج حلو يطلع بصورة حلوة. الناس شنو تبي؟ تبي والله واحد يصور لي تصوير حلو مع شوية مونتاج موسيقى باكراوند حلو. هذا اللي تبي. بس بالنهاية المضمون انه هو ما عنده تالنت. يعني ما في موهبة او مجرد ما انه قاعد يعرض حياته اليومية من غير هدف. الفن شلون تخلي الناس تحترمه؟ بطريقة تقديمك حقه. اذا قدمته بصورة زينة راح يحبونه، اذا قدمته بصورة سيئة ما حد راح يدعمك. يعني انا بس بغيت اقول كلمة. طبعا اول شيء اشكركم جدا على اتاحة الفرصة لي وحق ناس وايد غيري يمكن ناطرين هالفرصة هذه. انا صراحة في قمة السعادة اني قاعد اتكلم عن نفسي وعن الرسم، لان هذه اول مرة بحياتي. فانا راح اعتبر هذه اول ستيب حقي واول سبورت. يعني انتم تقريبا اللي هو شركة وينكم، فريق وينكم، وصراحة يعني أنتوا قاعد تسوون شيء يمكن ما راح تشوفون ثماره الحين شوية لقدام، بس شيء كبير. يعني والله يعطيكم العافية وما قصرتوا.